الفلاح في المنطقة الشرق. أولا كيرجع الفضل السيد رئيس الجهة والسيد سفير ديالنا ديال الدولة ديالنا اللي كان في كينيا. كما كتشوفوا اليوم هاد الوفد اللي زارنا هنا الإقليم الناظور خاصة مثل الجهة الشرق، زعما صراحة كاين واحد التبادل ديال الرأي بالنسبة لهذا الشيء القطاع الفلاحي. كما كتعرفوا حنا هاد الجهة ديالنا ديال الشرق معروفة بهذا الشيء ديال العنب، والحمد لله معروفة بواحد الكاليتي عالمية الجودة ولا الطوناج ولا المهم. والحمد لله حنا كما كتعرفوا حنا هاد الجهة ديالنا دابا تقريبا وصلنا واحد 2500 هكتار في هاد الشيء ديال العنب. وكان الإخوان ديالنا ديال اللي زارونا من كينيا صراحة استعجبوا بهاد الخدمة اللي عندنا حنا في هاد الجهة، وبهاد الإمكانيات اللي مشينا بها بعيد. وصراحة راهم متفوقين إن شاء الله باش نديروا واحد شراكة بيناتنا على هاد الشيء ديال العنب، باش حنا الجهة ديالنا غتسوق إن شاء الله المنتوج ديالها لكينيا ولجميع الدول الافريقيه. كما كتعرفوا سيدنا هذا الافتتاح ديال العلاقات ديال الدول الافريقيه غتعطي واحد الثمار ان شاء الله، غنمشيو بعيد ان شاء الله في هذا الشيء القطاع الفلاحه. وشكرا. رئيس مجلس الجامعي ونائب الرئيس للتعاونيات غاريت كريبس اللي هي اول انيتي اللي كتخلق في المنطقه من اجل جمع وتسويق المنتوج ديال العنب في المنطقه. احنا نهضروا على الميدان ديالنا وهو الميدان الفلاحي، بالضبط نهضروا على العنب. العنب عندنا واحد 1400 هكتار وما يفوق ديال هاد الشجره اللي متواجده في سهل كاريت، متقسمه على تيزد الجاك جمع الجامعه تيزد وطين ديال بني وكيل. وفكرنا خلقنا هاد التعاونيه باش نثمنوا التسويق ديال هاد المنتوج والاستغلال ديالو. لذا احنا هاد اليوم تلاقينا مع هاد الناس اللي جاوا من كينيا، لان كما كنعرفوا دائما احنا نتعاملوا جنوب جنوب، يعني باش ننجحوا يعني التصدير والاستيراد جنوب جنوب. وبغينا احنا نكونوا السباقين في هاد العجله ان شاء الله الرحمن الرحيم، من اجل يعني المساهمه في التنميه المحليه ولما لا التنمية الوطنية إن شاء الله. السلام عليكم. Excited today that we've been able to see the farm here, a very large farm with a lot of you know production units, and we feel like we will be able to transact between Kenya and Morocco in terms of grapes, and also be able to set up and bring a trade mission from here to Kenya to be able to facilitate that trade of grapes. So we are very optimistic that this will be a big trade for us between the countries. Yeah. From today's meeting in the morning, where we were able to meet the Chamber of Commerce and we were able to come up with two main items of concentration, which will be the low-cost housing and agriculture. For us here, the visit here today was very mind-opening, and being able to transfer this type of technology, if I would say it, to Kenya, and being able to have the same set of structure and also have you know the market to be able, we have the market to be able to transfer that market from this part of Africa to East Africa, and we'll be able to facilitate that. So this opportunity is a big opportunity for us, and we feel that we will be able to do you know some business in terms of agriculture as our priority areas as we identified them this morning at the Chamber of Commerce meeting. And we feel like we are confident that we'll be able to do the business together.